السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة اصدقائي رجعت لكم بطريقة جديدة لشحن شدات بابجي مجانا من تطبيق صادق، وهستعرض معاك صديقي في فيديو النهاردة اثبات الشحن، عشان طبعا يا صاحبي تكون متأكد ان التطبيق ده صادق. طبعا يا صديقي التطبيق انا ساحب منه يعني 2 دولار، يعني تقريبا يا صديقي 120 شدة. ويعني يا شباب هشرح لكم في فيديو النهارده ازاي انتوا كمان تقدروا تشحنوا شدات مجانا من التطبيق ده، واشرح لك بقى صديقي ازاي ان انت تجمع نقاط، وازاي ان انت تحمل التطبيق، وازاي تسجل دخول في التطبيق يعني، وكل حاجه صديقي يعني سهله وهشرحها لك بطريقه بسيطه. خلونا على طول كده يلا يا جدعان نبدا في الفيديو. وما تنساش بقى صاحبي تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واكون سيب لك بقى جميع الرابط في وصف الفيديو، يعني رابط سيرفر الديسكورد، رابط جروب التليجرام، وبرده صديقي الرابط اللي مش هتكون في وصف الفيديو هتلاقيها في اول تعليق. يلا بينا على طول كده يا شباب نبدا الفيديو. ما تنساش برضه يا صديقي تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبس كده يا جدعان خلونا على طول نبدا في الفيديو. اول حاجه كده يا شباب ده التطبيق اللي هشرحه لكم في فيديو النهارده، وهو تطبيق جي ريورد. طبعا يا صديقي التطبيق ده عمل تحديث، وهشرح لك في فيديو النهارده الطرق الجديده اللي اتضافت تقدر تجمع داخل التطبيق ده من خلالها النقاط، اللي انت بقى صديقي تبدا تلعب الالعاب فقط وتجمع نقاط من داخل التطبيق. وطبعا يا صديقي اتضاف يعني كذا عرض كمان سهل لو انت بتحب تعمل مهام وعروض، عروض سهله جدا يا صديقي تقدر تعملها وتحصل من خلالها على نيكوت. اول حاجه كده يا صديقي فده طبعا اثبات الشحن من التطبيق. لو حابب برضو انا صديقي ان انت تتاكد ان التطبيق ده صادق، زي ما انت شايف كده يا صديقي التطبيق صادق، وده طبعا يا شباب اثبات الشحن. طبعا يا صديقي التطبيق بيبعت لك النيكوت تقريبا يعني خلال 48 ساعه، ولكن يا صديقي يعني هي خلال 48 ساعه، وهو اساسا بيبعت في اول 24 ساعه تقريبا يعني يا شباب. يلا بينا على طول بقى يا شباب على طول نخش كده في شرح التطبيق. دلوقتي طبعا انا استعرضت معاك كده صديق اثبات الشحن، يلا بينا نخش على شرح التطبيق. ده طبعا يا صديق اسم التطبيق، وهكون سايب لك رابط تحميل التطبيق في اول تعليق. هتخش كده على التعليقات هتلاقي قدامك التعليق المثبت واول تعليق رابط تحميل التطبيق. كل اللي عليك كده يا صديق هتضغط على الرابط على طول كده يا صديق. اول ما تفتح عندي هنا طبعا كلمه باللون الازرق ان انا يعني كونتينيو استمر. انت طبعا يا صديقي هتكون عندك علامة جوجل، عشان طبعا اكيد انت اول مرة تحمل التطبيق وعايز تسجل دخول، فتضغط بس كده يا صديقي هنا على علامة جوجل، وبس كده هيظهر لك الايميلات اللي عندك في الموبايل. يعني انت هتدوس على اي ايميل على طول يعني يا صديقي التطبيق هيفتح معاك بدون اي مشاكل. دلوقتي بقى صديقي التطبيق فتح معاك، ركز معايا هنا زي ما انت شايف كده يا صديقي انا معايا 48000 نقطة او 48500 نقطة. دلوقتي طبعا يا صديقي انت اول ما تخش هيكون معاك 0 نقطة، يعني مش معاك اي نقاط. هتيجي كده يا صديقي عندك 4 خانات كده في اعلى الشاشة، زي ما انت شايف كده يا صديقي عندك 4 خانات. انت هتيجي على الخانة الاخيرة اللي هي خانة الريديم. بعد كده يا صديقي هتفضل تنزل في المكان ده، طبعا هتيجي كده يا صديقي هنا اول ما تيجي في المكان ده على الخانة الرابعة اللي هي ريديم، هتنزل كده هتفضل تنزل يا صديقي لغاية ما تيجي المكان ده. وفي المكان ده طبعا الصديق اللي هيكون فاضي عندك هتحط الكود اللي قدامك ده، وده طبعا يا شباب الكود الخاص بي انا. طبعا صديقي انت اول ما تحط الكود انت هتكسب 500 نقطة، وانا كمان هكسب 500 نقطة، يعني انت هتستفاد وانا هستفاد. اول ما تكتبه كده هتضغط هنا صديقي على علامة صح دي اللي باللون الازرق، وبس كده صديقي على طول انت خلاص يعني هتكسب 500 نقطة اول ما تضغط على علامة صح اللي باللون الازرق دي. طيب يا صديقي انت دخلت التطبيق كان معاك 0 نقطة، دلوقتي بقى معاك 500 نقطة، ازاي بقى تجمع نيكوت تاني داخل التطبيق؟ عندك يا صديقي هنا كذا خانة، عندك مثلا لو انت بتحب ان انت تلعب العاب فيكون عندك تاني خانة اللي هي خانة بلاي. تيجي كده يا صديقي هنا على خانة بلاي وتضغط على اول خانة اللي هي بلاي تو ايرن. وعندك هنا كمان يا صديقي لو لاحظت في 2 زي ما انت شايف كده يا صديقي يعني النقاط عليها مضاعفة. طبعا يا صديقي يعني انت مثلا بدل ما تكسب 10 نقاط هتكسب 20 نقطة، بدل 100 نقطة 200 نقطة، هكذا يا صديقي النقاط عليها مضاعفة في 2. المهم يا صديقي هتضغط كده ضغطة واحدة على بلاي تو ايرن، وبس كده يا صديقي هتفتح معاك الخانة اللي انت شايفها قدامك دي، اللي هو هنا بقى صديقي انت هتبدأ تلعب ألعاب. هتلاقي عندك يعني يا صديقي كذا لعبة، انا ده حاليا يعني يا شباب ظاهر لي واحدة بس. انت طبعا يا صديقي هتلاقي عندك كذا لعبة، يعني مثلا لو قفلت التطبيق وفتحته مرة تانية احتمال تلاقي عندك الألعاب اتغيرت. المهم يا صديقي ان انت هتلاقي عندك كذا لعبة، هتشوف بقى اللعبة اللي انت حابب تلعبها وهتبدأ كده يا صديقي ان انت تضغط عليها ضغطة واحدة على كلمة بلينا واللي باللون الأصفر، وبعد كده يا صديقي هتخش تبدأ تلعب اللعبة.
وهنا طبعا بقول لك لكل دقيقة هتكسب 85 نقطة. انا طبعا انا شباب مش عارف ايه اصلا اللعبة دي، والمهم يا صديق ان انت كل دقيقة هتكسب 85 عملة جي. تمام صديق، عملة الجي طبعا اللي هي شباب عملة التطبيق اللي في اعلى الشاشة دي. وهتلاقي كمان عندك صديق الخانة الرابعة، الخانة دي خاصة بالفيديوهات، يعني صديق عندك الخانة اللي قدامك اللي مكتوب عليها فيديوز، هنا طبعا يا صديق انت هتشاهد فيديوهات وتكسب نقاط. تمام، واحيانا برضه صديق الفيديوهات مش هترضى تشتغل معاك واحيانا هتشتغل. وعندك بقى صديقي اول 3 خانات، فدول برضه خانات كويسة جدا او قوائم كويسة جدا ان انت انا صديق تعمل عروض بداخلهم. لو دخلنا مثلا كده يا شباب على الخانة التالتة اللي هي تاب جوي، هتستنى صديق ان الخانة تفتح معاك، يعني انت ضغطت عليها ضغطة واحدة كده هتصبر لما الخانة تفتح معاك. طبعا يا صديقي بقول لك برضه النقاط مضروبة في 2، يعني صديق ان قوة العرض مضروبة في 2. احنا طبعا الشباب عايزين طبعا يعني عروض التطبيقات والالعاب، فنضغط كده في اعلى الشاشة على اب. هنا بقى صديق احلى حاجة عندك في تاب جوي ان العروض بتكون متقسمة. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي يا صديقي انت عندك كذا لعبة زي ما انت شايف، يعني عندك كذا لعبة وكذا عرض. احنا مثلا شباب لو ضغطنا هنا على اول حاجة اللي هو العرض اللي ب 5830 نقطة، العرض ده شباب لو ضغطنا عليه عندك هنا صديق العرض متقسم زي ما انت شايف. يعني دلوقتي مثلا عندك هنا صديق بقول لك اول حاجة انت هتحمل التطبيق، تمام، او يعني هتحمل اللعبة، تضغط كده على كلمة ايرن وهتحمل اللعبة. بعد كده صديق بقول لك اول ما تجيب المربع اللي هو اللي مكتوب عليه 2 فانت هتكسب 66 كوين. بعد كده اول طبعا صديق ما تجيب المربع اللي عليه 32K فانت تكسب 180 نقطة وكمان عندك 112 نقطة. وعندك بعد كده صديقي تكسب 248 نقطة. وبعد كده اول ما تجيب المكعب اللي هو 1B هتكسب 338 نقطة. يعني صديقي المكعبات دي اللي هي زي ما انت شايف ظهروا لك هنا، يعني هو صديق عندك كده في فوق صورة التطبيق، يعني عندك كده هو المربع مكتوب عليه 2 ده اول ما تجيبه كده اللي هو حرفيا اول يعني ما تخش اللعبة فانت على طول هتاخد 66 كوين. وان شاء الله انا صديقي يعني العرض هيحسب معاك عادي خالص، لان يا شباب تاب جوي انا مجرب فيها كذا عرض قبل كده انا شباب، والعروض يعني بتحسب على طول. تمام صديقي، فاهم حاجه بقى صديقي ان انت تبدا تنفذ في العرض. العرض عندك هنا صديقي على 11 مرحله، اكيد يعني صديق العرض هيفضل سهل معاك لغايه مثلا اللي اخرك فيها 814 كوين. تمام صديقي، يعني العرض هيفضل سهل معاك مثلا لغايه المرحله التاسعه اللي هي انت هتكسب فيها 814 كوين. بعد كده صديق اخر مرحلتين في العرض هيكون صعب معاك، فاحتمال ان انت تزهق وما تكملش اخر مرحلتين، واحتمال تاني ان انت اساسا يعني تكون خلاص اتعودت على اللعبه من المراحل اللي قبل كده وتكمل وتكون سهل عليك وتكسب بكده 5000 نقطة. واكيد يعني صديق العرض هيكون سهل لما انت تتعود على العرض. وبس كده يعني صديق هتلاقي عندك عروض تانية كتيرة جدا، يعني انا دلوقتي بشرح لك عرض بس على سبيل المثال. طيب يا صديقي دلوقتي بقى انت بعد ما بتجمع نقاط ازاي بتحول النقاط بتاعتك لشدات؟ هتيجي كده يا صديقي بعد ما تجمع النقاط بتاعتك على خانة الرديم، وفي المكان ده صديق اللي هي الخانة الرابعة اللي هي خانة الرديم، هتقدر يا صديقي ان انت مثلا تستبدل 1 دولار لو عايز. هنا طبعا يا صديقي مش هتقدر تسحب يعني نقاطك من التطبيق الا عن طريق الباي بال، فلازم طبعا يا صديقي ان انت يكون معاك حساب الباي بال بتاعك. لو انت مثلا مش معاك باي بال فتشوف واحد من صحابك هيكون معاه حساب باي بال. المهم يا صديقي عندك لو معاك 3000 نقطة تسحب 2 سنت، عندك ان انت تسحب 1 دولار، والواحد دولار يا صديقي بيساوي 60 شدة، عندك ان انت تسحب 5 دولار، والخمسة دولار برضو يعني بيساوي 325 شدة او 300 شدة، وهكذا يعني صديق عندك 10 دولار 660 شدة. فالمهم يا صديق انت مش هتقدر تسحب نقاطك من التطبيق الا عن طريق باي بال، فلازم يعني صديقي يكون معاك حساب باي بال. بس كده يا شباب ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساش بقى كده صديق في النهاية انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وان شاء الله صديق هكون سيب لك رابط تحميل التطبيق والكود اللي انت هتكسب منه 500 نقطة كمان هيكونوا في اول تعليق. وبس كده يا شباب اشوفكم في فيديو جديد وسلام.